عايز اقول لك الف مبروك دوره جديده من ميس نايل. اخراجيا بقى بما انك مخرج الحفله، ايه المختلف اللي انت قدمته النهارده؟ والله انا عايز اقول لك على حاجه، ميس نايل احلى حاجه بتعجبني في سامح اللي هو بيعمل افكار اوت اوف بوكس. يعني النهارده حتى كنا احنا بنسطب امبارح ونعمل ريفيو على حاجه، كلها الفكره نفسها كل ما سامح يعمل حاجه هو بينمي فكره في دماغي. رد فعل بتاع الناس النهارده بسم الله ما شاء الله، هم قالوا لي السيزون 7 احسن من اي موسم، حتى احسن من الموسم اللي قبليه. ماشي، فالحمد لله رد فعل بتاع الناس هو احلى حاجه. طيب انا عايز اعرف منك النهارده مستوى البنات شايفه ازاي، وهل في تقدم ولا نقدر نقول في تراجع شويه؟ البنات كانت في الاول وضع والوقت وضع، يعني في بنات كانت في الاول بتخاف حتى تقف قدام حد، دلوقتي الحمد لله تألقوا والثبات بتاعهم بقى قوي جدا. طبعا كل ده بفضل سامح، عشان سامح بيضغط عليهم في الاوديشن وفي التدريبات وفي الكواليس وفي حاجات كده كتير. بس النهارده احنا شايفين الضيوف بعض الستات لابسين حاجات يعقب عليها التمرين. فرايك اللي بيحصل ده ايه؟ لا هو بص، انا ما اقدرش احكم على حاجه زي دي عشان دي حريه شخصيه. يعاقب عليها القانون فهي راضيه فقشطه، مش يعاقب عليها القانون ذاتس يور لايف، دي حياتك بقى انت عايش بيها. بس هو السواري في ناس كتير فاهمها غلط، السواري ممكن يكون حاجه سيمبل لذيذه جدا، مش عريان او هاف او كلام من ده. طب بس هل انتم بتبقوا حاطين معايير حتى وانتم قاعدين في الدعوه ان اللبس له ستايل معين؟ هو اللبس بيبقى بالنسبه للرجال فورمال، بدل او كلاسيك كلام من ده، عشان طبعا رونق الحضاره اللي جوه. وبالنسبه للسيدات بيبقى سواري، احنا ما نشتريش، هو سواري بس. عايز اعرف بقى السيزون اللي جاي بتحضروا له برده من بعدها على طول ولا بناخد بالظبط حركه شهر وبعد كده بنشتغل على طول؟ ان شاء الله، عشان هو الشهر ده بنبدا نشم نفسنا بس شويه. دي حاجه. الحاجه الثانيه مستر سامح اساسا بيعمل 2 سيزون في السنه طبعا. بس فازك منور الدنيا وان شاء الله دايما ربنا يخليكم، ان شاء الله نتقابل في الموسم الثامن والتاسع والعاشر لحد ال100 باذن الله. ماشي يا